أهلا بكم. مظاهرات احتجاجية حاشدة يشهدها جنوب العراق احتجاجا على البطالة. بدأت هذه الاحتجاجات في البصرة ثم امتدت لاحقا إلى محافظات جنوبية أخرى مثل ذي قار وميسان والنجف وبابل. اقتحم مئات العراقيين مطار مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة وأوقفوا الحركة الجوية، موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد. أما إذا استمر الأمر بدون تنفيذ مطالب وبدون حضور وفد قوي وزاري، مو موظف صغير يجيني، مو نائب محافظ يجيني وفد قوي يتفاوض وياي، راح تبقى الاعتصامات مفتوحة إلى أشعار آخر وراح يصاعد الأمر. اليوم إحنا إذا ألف باكر نصير 10,000، فتحذير للحكومة المحلية.